بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستفيدين معنا يا رب. نكمل حلقاتنا فيما يخص مواضيع شهر رمضان الجميلة، وشهر رمضان الله يعود علينا إن شاء الله وعلى المسلمين بكل خير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وممكن في يعني شهر رمضان ويعني صلاة التراويح وصلاة الجيام، يعني ودي أقول بعض النقاط يعني الصحية داخل المسجد، شنو يعني شنو الأشياء اللي نستفيد منها كصحة داخل المسجد. أول شيء الصلاة سبحان الله من الأشياء يعني الأركان، أركان ديننا، وأيضا هي من ناحية طبية ترى هي تحريك للمفاصل وتحريك للعضلات، شيء جدا يعني شيء جيد جدا سواء لعضلات الجذع أو عضلات الظهر، وشيء يعني جيد جدا. لكن يعني بعض النقاط فيما يخص يعني بعض الناس اللي عندهم مشاكل خاصة، مشاكل ركبة أو خشونة وعندهم إصابات بالركبة، دائما يعني أحيانا القاعدة هي هذه الشفسة عند بعض الناس اللي عندهم مشاكل خاصة خشونة شديدة جدا أو مشاكل بالركبة ممكن أن تضر الركبة. لذلك احنا دائما نقول الألم يعني الألم هو إشارة من جسمك. على سبيل المثال إذا عندك مشكلة بظهرك، عندك مشكلة في ركبك، عندك مشكلة أي مكان وطلع يعني شفت السيارة ما يطلع يعني ساين أحمر، الألم هو ساين أو هو إشارة من الجسم إن في شيء قاعد يصير هنا. فأنا وايد من المراجعين يقول دكتور فيني عوار بالركبة بس أنا أتحامل على نفسي عشان الصلاة. صراحة أتحامل على نفسي أنا ما أدري حتى شرعا إنه إذا في عوار أو ألم انك تتحامل على نفسك، لا يجب يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويجب الانسان ما يضر نفسه. لذلك خاصه فيهم خشونه خاصه عندهم اصابات بالركبه هذه الشفسه الشديده، واحيانا يعني في صلاه الجيام تقعد فتره طويله يعني ممكن فتره طويله، فيصير في ضغط على العظام خاصه اذا في خشونه، في خشونه يعني العظام قاعد تحك ببعض، او مثلا الغضروف رايح او الرباط رايح، فإذا في حركة خاصة بالجلوس أثناء الصلاة قاعد تسبب لك مشكلة، أنا كطبيب أقول لك حاول تريح المكان، تغير وضعيتك وضعية القعدة أيا كان. إذا اختفى العوار تمام، لكن إذا ما اختفى العوار الله يعافيك يعني وقف أو صل أو يعني قاعد على الكرسي لا تشفس ريلك حتى لا تضر هذه الركبة. شنو ممكن تسوي؟ إذا جت هذه الإشارة ممكن تروح حق الطبيب، طبيب العائلة أو طبيب العظام، ونسوي التقييم المناسب لهذا الموضوع. ليش انت عندك ألم بالركبة مع القعدة؟ خلينا نشوف هل هم خشونة فنحتاج نتابع الخشونة ونقوي العضلات ونقوي، او هل هو الغضروف رايح عندك والرباط رايح عندك، هل هو قطع جزئي قطع كامل، شنو ممكن نسوي، شلون نقوي الركبة حتى تتفادى العوار. فاللي بقوله خاصة في وقت الصلاة ممكن يكون وقت صلاة طويل في شهر رمضان، حسيت في اي مشكلة خاصة مشكلة في المفاصل عندك، هذه إشارة أن أنت لازم تراجع الطبيب، لا تتحامل على نفسك، لأن التحامل ممكن أن يؤدي إلى ضرر عندك بالركبة، ويؤدي إلى يعني إذا يعني على سبيل المثال عندك التهاب خفيف بالغضروف أو قطع جزئي، ممكن مع القعدة الطويلة يتحول إلى قطع كامل أو يصير التهاب شديد جدا. ونفس ما قلنا الله سبحانه وتعالى دائما يا رسول الله ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، نفس ما قلنا من القواعد لا ضرر ولا ضرار، وإحنا ما ننظر صحتنا ولا ننظر مفاصلنا، وإنما الله سبحانه وتعالى رفع الحرج علينا، ويعني حتى على الصائم إنه يفطر، وحتى على اللي عنده مشكلة صحية إنه يصلي قاعدا أو حتى يصلي نائما أو يصلي جالسا، فإن شاء الله ديننا فيه يسر. فهذه النصيحة الأولى فيما يخص اللي هو الجلسات، هذه أنا ألاحظها في المساجد. طبعا هذه عادة يعني عادة مو زينة، زي شنو عادة زينة؟ بالعادات الزينة اللي أشوفها في مساجدنا في شهر رمضان إنه ما شاء الله موفرين الماء، يعني الجمعيات ما شاء الله عليهم جزاهم الله خير مو مقصرين، موفرين لنا الماء في كل المساجد. شلون نستغل هذه النقطة؟ خليني أقول لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول بعض العادات الصحية في شهر رمضان. كنا قاعد نتكلم عن عادات الصلاة وداخل المساجد، وقلنا عن موضوع القعدة وموضوع المفاصل، الحين ودي أتكلم عن
الماء، شرب الماء يعني خاصة ما شاء الله الجيام ممكن نطول ساعة كاملة، وأشوف الجمعيات حطت لنا بطول الماء. طبعا من العادات الزينة جدا في شهر رمضان وغير شهر رمضان أن الماء يكون صديقك. لما تأخذ العبوة الماء سواء القنينة بالمسيدة أو حتى في غير شهر رمضان، لما القنينة معاك لا شعوريا كل شوية راح تبطل وراح تشرب كمية صغيرة، وإن كانت صغيرة من الماء صغيرة بعد صغيرة، فأنت قاعد تدخل كمية جيدة من السوائل، فهذا شيء يعني وايد زين. فهذه عادة زينة يعني أنا أشوفها في شهر رمضان، ما شاء الله الجمعيات جزاهم الله خير، ويريت أن الماء يكون صديق. وأنا لازلت أذكر والدي يعني حتى من يعني ما شاء الله من زمان من وأنا صغير كان عندنا شفر قديم، لما يطلع الوالد عنده مطارة الماء هذه يحط فيها ثلج، ولأن عنده بالسيارة يشرب منها، ولما تشرب ماء بكميات زينة كل شيء بجسمك يصير زين. فمن العادات الزينة أن الماء يكون صديق، وياريت يعني بالمسجد إذا شفت ماء أخذ بطل، وطول فترة الصلاة بين كل ركعتين الركعة الرابعة الاستراحة اشرب كمية زينة من الماء، الماء وايد زين لجسمك. فهذه من الأشياء الزينة اللي أشوفها يعني في مساجدنا في شهر رمضان. أيضا ودي أظل يعني بالمساجد، أنا منكم وفيكم، أحيانا يعني جزاهم الله خير بعض المجتهدين يبون أشياء يعني أصناف غذائية يبونها وراء، فيبون تمر وايد زين جزاهم الله خير، يبون قهوة عربية وايد زين، أحيانا يسوون كرك. وأنا ودي أتكلم شوي عن الكرك يعني شيء بشيء يذكر، خاصة قام يبونه بالجيام. الكرك، هل الكرك مفيد أو مضر؟ لا، الكرك مشروب يعني طبيعي، الحليب هو مشروب طبيعي ورائع، يحتوي على بروتين، يحتوي على الكالسيوم، يحتوي على فيتامين دال، فالحليب جيد جدا، والشاي ايضا مشروب طبيعي في شويه كافيين في مضادات اكسده. صحيح ان الشاي مع الحليب ان بروتينات الحليب ممكن تؤثر على فوائد الشاي قليلا، لكن اكثر الفائده فوق 90% من الفائده سواء فائده الحليب او فائده الشاي موجوده. بس الملاحظه اللي بقولها ان انا لاحظ الناس لما يسوون الكرك، يعني انا لاني متعود على الشاي بدون سكر، ها يعني الشيره اللي فيه مو تسحن، ما يليش يحطون كميه كبيره من السكر في الكرك او شاي حليب يعني. فهذه دعوه يعني هذه من ملاحظاتي بالمسجد، انه اذا سويتوا الكرك جزاكم الله خير اعتدلوا بالسكر، او خلوا السكر برا حق يعني بعض الشياب فيهم اصلا فيهم سكر ما يبون سكر، او حلوا الافضل بشويه عسل يكون رائع جدا. ايضا من الاشياء اللي اشوفها يحطون عصائر رمضانيه، عارفينها طبعا، المشروب القرمزي والمشروب البرتقالي، ما اقدر اقول اساميهم، عارفينهم. وايضا الاحظ لما يسوونهم بالمساجد او بالتجمعات وايد وايد تكون حاليه. فاتمنى من القائمين على يعني هذه الاشياء يعني هؤلاء يعني ما شاء الله بالمساجد عندنا او المجتهدين جزاهم الله خير انهم يقللون السكر ويترسون ثلج، شو يحطون فيه ماء ورد. احنا يعني اللي بالمسجد منه اوكي، ترى الاطفال اذا شربوا ما شاء الله عليهم يخلصون اصلا قبل الكبار لانه حلو، فقللوا الشيره. وشيء ثاني ما شاء الله الكثير من عندنا بالمسايد هم الفئه الكبيره عمريا، تلقى اللي فيه كوليسترول او اللي فيه سكر، فنحاول نعطيهم هذه المشروبات ولا نكثر منها. ما ودي اطول يعني حلقه اليوم ان شاء الله تكون خفيفه، تناولها فيها بعض الاشياء او السلوكيات الصحيه داخل المسجد. يمكن شوي ارد اذكر في موضوع القعده، وانه يعني لا يعني لا تخجل تقعد على الكرسي عندك مشكله صحيه، اذا ركبتك مع الشفسه الصلاه تعورك هذه اشاره ان في شيء بالركبه قاعد يصير، فتعال راجعنا نشوف الموضوع. عاده شرب الماء عاده زينه، استمر عليها بالصلاه، المشروبات اللي حاطينها جزاهم الله خير، لكن خلينا نحاول نقلل السكريات اللي موجوده. وصلنا لهاي حلقه اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ونشوفكم ان شاء الله غدا وبرنامجكم رسائل صحيه اللي حاولنا بشهر رمضان يعني نتكلم عن يعني عن بعض الاشياء العمليه صراحه. انا يعني حتى مواضيعي بالحلقه اجيبها من الاشياء اللي اشوفها واجيبها لكم من الحياه العمليه او الحياه الواقعيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، ومع السلامه.